ايه عرفتوها؟ ايه لك ايه والله هي الممثلة هي ميديا مو ميديا والله ميديا والله حلوة بس يا حرام طالع لها انف بنص الشاشة ايه ايه والله انف بالشاشة لك ليك ليك انت طالع مثل ناطحة سحاب لك ليك انفها لا هي احلى لا قبل كان هذا كله مكياج ميديا انف ميديا انف ميديا انا كثير معجب بتمثيلك ما بتصدقي قديش معجب فيكي وبحمل صورتك معي وين ما كان بس لو سمحتي فيكي توقعي عليها اذا بتريدي شو هاد يا محمد على هالانف يبعت لك حمى شو غليظ لك شو بيلبق لكم شو بتفهموا بالجمال شوفي هاي انسي ميديا مستري لا انسي ميديا مو انت فنانه مدام ميديا ايه انا الفنان الانسي ميديا لك شفتي قلت لك انه هي تانسي نحن كثير بنحبك وبنحب تمثيلك اكيد اكيد ممكن تصور معي ايه بس بسرعه لانه عندي تصوير يلا يلا صوري شكرا يلا باي شكرا ارجيني العمى لك شوفي شو هاد انفة مثل انف بينوكيو لك والله بتبغي نحن بمنك لإلك الحق علي انا ميديا اني تصورت معكم امشي امشي بدي العتب بلوتوز لكل الناس ليكي على الانف مرحبا اهلين وسهلين بنور العين تفضلي بركي ادري لقميت السلام بنجمتنا الكبيره ميديا لقميت اهلا وسهلا ايش بتحبي اضيفك شاي قهوه اسكب لك صحن مامونيه انت المنتج لأنه حكوا معي من شركة من هون وقالوا لي أنه في دور إيه طبعاً طبعاً أنا المنتج يملك دور بيفلج علي الحلال علي الحلال ما تدرى خالته فريدة إنه أنا عندي مسلسل وما عطيتك فيه دور البطولة والله لا تزعل مني ميكي وتقلي يبعت لك حتفة في نص وجهك يا قدري شكرا كتير 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 والله ما بعرف قليلي بقى جاهزة للنجومية جاهزة مستعدة للانطلاق مستعدة ايه بس مو قبل ما تشيليلي هالمنخار اللي في نص وجهك عامل مثل البطاطاي ايه اكل نص وجهك اه مثل ما عم بقلك بدي اخدك لعند واحد دكتور صاحبي يجرم لك يا جرم لا ما بدي مثل ما بقلك لا ما بدي امشي معي ما بدي ما بدي ما بدي اتركني 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 مالي مدشرك مالي تركك مالي مدشرك امشي معي مينو ميديا ميديا في ايه صارت الدنيا ظهر مدوشه قومي اليوم دورك بحط الاكل قومي الحمد لله الحمد لله عن جد الحمد لله هاد مبسوطة انه اليوم دوري؟ طيب ليش رجعتي نمتي قومي؟ لك ميديا فرطت من الجوع طيب ليكي رح نتفق اتفاق رح قوم انا حط الابريق على النار بتكوني انت لحقتيني ماشي؟ معقولة انت كبير؟ ايه لأ